هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي. الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم في برنامجكم أسواق. إن العيش الإنساني قائم على تبادل المصالح الحياتية التي تعين على بقاء النفس البشرية وقضاء الحاجات المعيشية، فمن تلك المصالح مصلحة البيع والشراء التي يستفيد منها البائع والمشتري وغيرهما من شركاء الحياة الإنسانية. هذه المصلحة قديمة قدم الإنسان، فقد تعرف عليها الناس منذ قديم الزمان، ولا زالت في تطور مستمر في آلياتها ووسائلها وكيفياتها، حتى وصل الإنسان إلى مراحل متقدمة. اليوم نحن في سوق المطابع، سندخل هذا السوق وسنتعرف عليه ونتعرف على شيء من أسراره وتفاصيله، فكونوا معنا. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في المطابع، داخل المطابع وبين المطابع هذه ما شاء الله. ما الفرق يعني بين الطباعة الأوفست والطباعة الديجيتال؟ الطباعة الأوفست طباعة تستخدم المكاين الميكانيكية لإنتاج كميات الورق الضخمة، تكاليفها تكون أخف، فترة تنفيذها تكون أبطأ. الطباعة الديجيتال طباعة يعني اللي هي المكاين العادية اللي في المكاتب موجودة، HP، لغة رقمية سريعة، تكاليفها عالية وما تناسب الكميات الكبيرة من الورق. أنا كمستخدم أنا حاب أني أصور مثلا أو أطبع مثلا كتاب أو أطبع بوستر، كيف يعني أحدد أن طباعتي هذه تكون ديجيتال أو طباعة يعني رقمية أو طباعة أوفيس؟ الكمية هي اللي تحدد. إذا كان مثلا أنت تبغى تطبع خلينا نقول 5000 كتاب، لازم تتجه للطباعة الأوفست. فترة تنفيذها زي ما قلنا بطيئة بس تكاليفها أقل، بينما لما يكون مثلا في مناسبة اجتماع معين حيطبعوا 10 كتب أو 20 كتاب، تتجه للطباعة الديجيتال اللي هي تكاليفها أعلى ولكن تعطيك كميات قليلة وسريعة. طيب لو تكلمنا عن التكاليف، كيف التكاليف والفرق الكبير يعني بينها؟ الفرق كبير بين الطباعة الأوفست والطباعة الديجيتال، ممكن يوصل لأربعة أضعاف خمسة أضعاف. الكمية هي اللي تحدد أنت إيش تختار، الديجيتال أو الأوفست. طيب بالنسبة مثلا إذا جاكم عميل يعني يطبع، هل تقدم له الاستشارة؟ طبعا إجباري لازم، لأنه لما يكون هو يبغى يطبع كمية كبيرة ما يمكن أني أنا أطبع له هي على الديجيتال، هتكون تكاليفها ضخمة وهو ما راح يدفع المبلغ. في طباعات على الورق، على البنرات، طباعة مثلا على الأكواب، القماش، أشكال من 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 الطباعة غير الطباعة على الورق، اللي هي الطباعة على الاستيكرات والبنرات والرول أب والستاندات العرض. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. احنا اليوم بين الطابعات، بين الأجهزة، بين ما شاء الله تبارك الله في شغل حركة يعني جيدة ما شاء الله، حياكم الله. أهلا وسهلا. ودنا تعطينا لمحة سريعة عن الطابعات، عن المطابع، أشكالها، أنواعها. هلا احنا هون أول شيء بالمطبعة عندنا خدمة الطباعة السريعة أو سموها الطباعة ديجيتال، اللي هي كل الشركات ولا العملاء بيحتاجوها، إن كان بإيفنت ولا كان بميتينج ولا كان هدايا دعائية سريعة ولا كان أي مناسبة، بحيث إنه إحنا نلبي بخدمة سريعة
عشان هيك دائما احنا عندنا تواصل مباشر مع العميل. اما موضوع الطباعات الثانيه اللي هي ما بتنفذ هون بتنفذ بمكان ثاني، الى الطباعه الاوفسيت اللي تحتاج مراحل تجهيز البليت للورق والى اخره، وبرضه في اللي بينطلق تحت من مدرج الطباعه هي السوشيال ميديا والقصص كلياتها. طبعا احنا في عندنا الاندور والاوتدور، في السكرين، في الاوفسيت اللي هي طباعه الورق، في طباعه ديجيتال كمان هي تندرج نفس الشيء معنا احنا. طيب بالنسبة لطباعة الكتب، يعني تعد من الطباعات المتقدمة لذات مراحل؟ طبعاً طبع تحديداً إذا نحن نشتغل نطلع كتاب، الكتاب طلب مراحل كتير، العميل أيام بيكون يعني متغيبة عن مرحلة الكتاب، الكتاب بيطلب مراحل كتير لحتى يطلع بالصورة الأخيرة اللي بيشوفها العميل، بداية من تجهيز التصميم، تروح للمصمم، للمونتاج، الفرز، بعدين بيجي البليتات، بعدين مرحلة تحضير الورق، تحضير الورق عند الطباعة والتجميع والطوي والدبوس والبشر الغري، بعدين السلوفان للغلاف، حتى إذا كان في شيء فاخر بده ينضاف على الغلاف مثل اليو في، البصمة، الكافوراج، هي كل الأمور بتحتاج ترتيب مع بعض لتجمع الكتاب وبينقص وتقدم بالشكل اللي بيشوفه العميل النهائي أو العميل المباشر. جميل. فيه يعني تعطينا مثلا نصائح عن الطباعة، على مثلا طباعة الكروت مثلا أو طباعة الطباعات الشخصية؟ هلا بالنسبة لموضوع الكرت ولا المطبوعات الشخصية للشركات ولا المؤسسات، العميل دائما بيتجه إنه في عملاء أو الطبقة العامية، فينا نقول إنه بتتجه إنه بتاخذ الكرت الشخصي اللي هي المصطلح العامي إنه المتداول بين السوق اللي هو كل الناس تستعمله. في الطبقة الثانية بيستخدم إنه والله أنا أبغى خامة ورق أفخم شوية، بتطلع نطلع مثلا من الكوشيه المسلفه، نطلع على المقماش، نطلع على الايس جولد، نطلع على المحبب، ونطلع ايام دمج، واللي بده يفخم شوي بيقول لك لا انا بدي يو في، اللي بده يفخم اكثر بيقول لك لا انا بدي بصمه، بدي شعار بصمه، كله طبعا ضمن اطار محدد بالنسبه للكرت، مثلا 5 من 4 ونص لحد 5 ونص للارتفاع، والعرض بيرجع لحد 9. بس هذه كلها يعني يكون فيها تكاليف عاليه، كل ما كانت تكاليف يعني اضافات كان في تكاليف. طبعا لا شك، يعني املك احنا ارخص شيء بالنسبه لنا الكرت الشخصي العادي اللي هو كل الناس بتعرفه، الكوشيه المسلفن العادي، هذا ملح السوق بسموه عنا. ما كل شيء اضافات ثانيه من نوع الورق للاضافات للبصمه لليو في كله بيفرق معك بالتكاليف. حتى الكرت العادي اللي احنا بنعتمد طباعته على موضوع التجميع، يعني انا ما بطبع كرت واحد لحاله حتى يكون بهذا السعر، انا لازم يكون عندي 32 كرت جمعهم بلوحه واحده وينطبعوا وينقصوا وتسلموا للعميل. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، احنا امام طابعة من الطابعات الضخمة، هي اللي انا اول مرة اشوف يعني مستوى هذا الضخامة في محلات صغيرة. تحدثنا شوي عن الطابعة هذه. هي طابعة فلورا، هي طابعة اوت دور مختصة بطباعة البانرات والفليكسات والاستيكرات اللي بتكون احجامها كبيرة شوي، واللوحات طبعا الطرقية الكبيرة طبعا هي مختصة بهذا الموضوع. الحملات الدعائية الكبيرة يكون فيها بوسترات حجم كبير، وطبعا تكون خارجية عشان تحمل موضوع الشمس وموضوع عوامل الامطار والاشياء هذه. طيب تكلمنا عن النقطة هذه، اللي نقطة اللي هي اوت دور، اللي هي الطابعات يعني مثلا المطبوعات اللي تكون في الشمس او تتعرض للهواء، تتعرض لمثلا الظروف المناخيه وكذا، والفرق بينها وبين المطبوعات اللي تكون داخل المباني. هلا طبعا الطباعه في عندنا بالنسبه للبوسترات والاستيكرات الاشياء هي في اوت دور اندور، هي طباعه داخليه وخارجيه. المطبوعات الداخليه هي بتكون دقتها جدا عاليه، بتكون لداخل المجمعات، لداخل العيادات، داخل المؤسسات، تنحط على اساس انه بتكون قريبه من العين، فلازم تكون دقتها عاليه. ولكن الشيء اللي بيكون فيها طباعه داخليه انه ما بتتحمل الشمس، ما بتتحمل العوامل الجويه او الامطار، بعكس الطباعه الخارجيه. الطباعه الخارجيه هي مخصصه للحملات الخارجيه، مخصصه للوحات الاعلانيه، للحملات اللي بتطل فتره طويله، او الحملات مثلا الدعائيه او الانتخابيه او اي شيء ثاني. يعني هذه بتكون هي خارجيه، خارجيه بمعنى انه بتكون الخامه نفسها بتتحمل عوامل الشمس والامطار، والاحبار نفسها هي بتكون مخصصه لهذا الموضوع. هذا هو الفرق الاساسي بين الاثنين. طبعا تختلف اكيد الماكينه بتطبع داخلي مختلفه تماما عن الماكينه بتطبع داخلي. الفرق الثاني اساسي بيناتهم مثل ما اسفت بالبدايه انه الطباعه الداخليه بتكون دقتها عاليه كثير، الطباعه الخارجيه بتكون لو ريزوليوشن شوي بسبب الاحبار وبسبب الماتيريال المستعمله مع الطباعه. يعني انت تقول مثلا ان الخامه، خامه الورق وخامه الاحبار كلها مع بعض هي تتحكم في الموضوع. الخامه هي البوستر او الورق او الورق البي اف سي بغض النظر اي شيء ثاني، او الاحبار بتكون مخصصه تكون داخليه او خارجيه.
ما شاء الله شو يعني ريحه الاحبار بدت ما شاء الله سولفنت. هذا هو طبعا ريحته شوي مميزه اللي هو الاحبار الخارجيه بتكون ريحتها قويه لانه هي احبار قويه مشان تكون في لها ثبات عالي. طيب انا اشوف دائما في الشوارع اشوف يعني بوسترات او دعائيات او لوحات دعائيه كبيره ضخمه جدا، يعني كيف تنعمل هذه الدعاء؟ هلا هي غالبا بتكلم انت على لوحات اليونيبول، هي اللوحات الكبيره بيكون في لها عمود معدني بتكون ارتفاعها تقريبا حوالي 5 متر او 6 متر، هي لو اتوقع تتكلم عليها لوحات اليونيبول. هي هذه بتم تصنيعها على مرحلتين او ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي الحداده، بتصنع فيها العمود المعدني الكبير، بتثبت بونش ومع صبه خرسانيه في الارض. في عند منك البوكس اللي في الاعلى، البوكس بالاعلى كمان هذا حداد بيصنعه، بعدين في كهربائي بيوصل الاناره عليه، ونحن بنقوم بطباعه البوستر اللي حيصير عليه او الفليكس او البنر حسب الخامه اللي بيختارها العميل، وبينشد وبعد منها بيرفع بونش وبيتثبت. طيب بالنسبه لشغلكم كطباعه يعني كيف الحجم مثلا، العرض، الارتفاع، كيف يعني تقيسها؟ هلا المقاسات الطباعه بتختلف طبعا حسب الماكينه بالدرجه الاولى. هلا في ماكينات تبدا طباعتها من 1 متر وبتصل معنا لغايه 5 متر تمام. هي بتختلف طبعا اكيد امكانيات الماكينه وسعر الماكينه بيختلف. هلا في عملاء مثلا احنا في اشياء ممكن نساويها على وصلات مثل السيكرات الكبيره اللي بتكون الداخليه او الخارجيه، السيكر ممكن احنا نقطعه على وصلات على شرائح معينه، وبالتركيب نفس طريقه ورقه جدران بيتم تجميعهم باوفر لوب معين، الفني هو بيقدر يوزن التقطيعه هي بحيث انه يطلع الشكل بدون اي تقطيع. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. والآن احنا في قسم التصميم. اول شيء تحدثنا عن القسم هذا. قسم التصميم هو اول مرحلة من مراحل الطباعة، لازم يعني ايش يتجهز العمل في التصميم قبل طبعا ما يوافق الزبون ويدخل على الطباعة. تمام. طيب اللي بيجيب تصميم معاه من البيت مثلا، كيف يكون التعامل معه؟ لازم يراعي عدة خطوات يعني قبل ما يجيب التصميم معه. لازم يكون متصدر وجاهز للطباعة، لازم تكون دقة الريزولوشن تبع الطباعة وصيغة الملف، لازم تكون مثلا PDF أو JPG. البرامج اللي تستخدمونها في الطباعة في تصميم البوسترات وكذا في عندكم هنا في الشركة والمؤسسة؟ والله جرافيك هو كبير، بس بمجال الطباعة بنستخدم ثلاث أو أربع برامج اللي هي الإستريتر وفوتوشوب وإنديزاين، وفي برامج ثانية خاصة بالثريدي. طيب أنا كمستخدم في البيت مثلا، هل أقدر أستخدم البرامج هذه أو لازم يكون متخصص محترف؟ في 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 برامج ممكن يستخدموها الهواة ويقدر يخرج فيها يعني كويس أعمال زي الفوتوشوب. الفوتوشوب سهل جدا ويستخدمه أي شخص. طيب المواصفات اللي أنا كمستخدم أو كعميل كزبون عندكم، كيف أقدر مثلا أحدد التصميم، الألوان، الشكل، كيف ممكن تعطي الزبون الاقتراحات هذه؟ والله هو بيختلف على حسب نوعية الزبون وعلى حسب فكرة الزبون. احنا ممكن نبدأ، قصدك كيف نبدأ التصميم يعني كيف نبدأ اختيار الألوان؟ مرات يعني في زبائن بيختاروا ألوان محددة واحنا بنمشي عليها في التصميم، وفي حاب نقترح على الزبون كذا لون وكذا وكذا فكرة لما يقتنع الزبون. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. الآن في قسم اللوحات المضيئة، ودنا أول شيء تعطينا فكرة عن هذا القسم. هي اللوحات المضيئة بتنقسم لشقين، في اللوحات اللي هي الفليكس العادي اللي هو بيكون البانر بيستخدمها معظم المحلات، ودي بتتميز اللي هي سعرها يكون أرخص، وفي الحروف اللي هي البارزة نفس كده تمام. حروف البارزة بتكون كذا حاجة، والزبون بالنسبة له بتبقى حروف بارزة، ولكن هي بتكون كذا شيء يعني بتكون في التصنيع مثلا تختلف من نوع إلى نوع. طبعا في البلاستيك اللي هو الأكليريك اللي هو البلاستيك كامل بيكون مضيء، بيتميز له بيبقى مضيء من الجنب ومن الأمام تمام. ولو في تفاصيل في الألوان بينفع يتحط على ستيكر زي كده، لو في تدريجة في الألوان بيتحط على ستيكر. وفي اللي هو الزنكور زي كده، زنكور وش بلاستيك، وفي البلاستيك كامل تمام، وفي الستيل، وفي اللي هو الباك لايت اللي هو الإضاءة الخلفية نفس الستيل اللي هو الذهبي أو الستيل. هل في فرق مثلا أنا كزبون كعميل يعني في فرق مثلا لما أصمم النوع زيروكون أو النوع
الزنكور لا هو الزنكور بيكون بيتميز هو سعره أرخص حاجة في الحروف البارزة. الزنكور وش بلاستيك هو بيكون أرخص شيء في سعره. اللي يحدد الأسعار المادة نفسها اللي أنت هتشتغل بيها، الماتيريال نفسه هو ده اللي بيختلف. يعني أنت الستيل أعلى الأسعار. لو عندي أنا مثلا تصميم أقدر أختار أي نوع من الأشكال هذه أصممها؟ بيمشي كله بيمشي، لكن التفضيل تمام. التفضيل طبعا حسب المكان نفسه. يعني لو مثلا تصميم كلاسيكي شوي بيمشي الستيل افضل ويكون تكلفته عاليه. طيب انا اشوف في السوق مثلا بعض اللوحات تكون جميله جدا جدا وحتى تجذب العين وتجذب الناس حتى اللي ماشيين في الشارع، وفي بعض اللوحات تعتبر عاديه من الاحرف هذه. تمام. هي اللوحات دي اللي بيميزها طبعا الخلفيه، دايما الخلفيه تكون كلادينج بتديها تمييز اكتر في الواجهه مع تنسيق الالوان. يعني الالوان ان كان الوش زي كده، الوش البلاستيك نفسه اللون بتاعه مع الخلفيه، هي دي التنسيق في الالوان، هو ده بيبقى اهم حاجه، هو ده اللي بيلفت نظر الزبون اللي ماشي في الشارع. اسواقنا هي خير اسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافله مزدانه لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي، الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة.